ايوه، شلون طرى ببالك تاخذ رسومات مرام وتشتغل فيها؟ ايه قبل لا اجاوبك على سؤالك، بس احب اذكرك ان مرام عندك في البيت، يعني ما شفت رسوماتها، ما شفت شغلها، ما عرفت شنو هي هوايتها. بلا شفتهم، بس يعني ما تخيلت انه ممكن خرابيطها تفيدنا بشغلنا. خرابيط شغلها صار خرابيط؟ مشكلتك انك ما تشوف الا بعين وحده. اذا تبي تشتغل صح يكون لك اسم بالسوق، لازم تجرب كل شيء جديد. تجربه خير برهان، ايه الفيصل وقتها يا انك تستمر ولا انه تحول تغير طريقك. وانا بصراحه فضلت اني استمر. بس للحين اقول لك ان انت اللي سويته مجازفه. الشغل جزء من المجازفه، يحتاج المجازفه. في نظره لبعيد وفي ثقه، وانا بصراحه عندي ثقه بشغل مرام. هي موهوبه، عندها موهبه، قاعد يمها ساعدها، واوقف معاها، شجعها، خليك لها عون مو فرعون.